طيب أخيرا دكتور، معلومات وردت تفيد بأن روسيا تريد الدخول على خط الوساطة من خلال لقاء شخصيات بارزة في محافظة السويداء لتهدئة الأوضاع وإقناع الشارع في السويداء للتراجع عن الاحتجاجات التي يقوم بها. هل ستنجح موسكو بهذه الخطوة باعتقادك؟ يعني هناك جرت محاولات دبلوماسية سياسية لمحاولة أن تضغط موسكو على نظام ليتجنب الحماقة وليتجنب ارتكاب حمام دم في السويداء. هذه ضغوط سياسية إعلامية كما قلت، مع إدراك أهلنا في السويداء لحقيقة الموقف الروسي. روسيا أخي هي شريكة النظام، هي شريكة كل جرائمه، هي التي سمحت له بالاستمرار كل هذه السنوات، هي التي أطالت معاناة السوريين. يدرك أهلنا في السويداء هكذا ويعرفون جيدا بأن هناك شراكة للروس مع النظام، لأنه يعني جاء بهم كقوة احتلال ووفر عليهم مسؤولية قوة الاحتلال. لو كانت بلادنا تحت الاحتلال الروسي لكانت روسيا ملزمة بتأمين مقومات العيش للسوريين، لكن الآن هي في معتية من هذا لأنها هي يعني جاءت بطلب من النظام، وهكذا يعني هو يحقق لها مصالحها في السيطرة على البنى الاقتصادية السورية، في الهيمنة على الموانئ، في جعل سوريا قاعدة عسكرية لها متقدمة، وهذا خطر كبير تجنبته سوريا منذ أكثر من 70 سنة أن تكون قاعدة للقوى الأجنبية، وتضع يدها الآن مع إيران على الاقتصاد السوري، على النفط وعلى الغاز وعلى الفوسفات وعلى كل خيرات البلاد، في حين يتضور الشعب السوري جوعا. فالروس لا يوجد لديهم حل، فهم يعني المشكلة، جزء من المشكلة، وليس بإمكانهم تقديم الحل. كل ما بإمكانه يعني أن يضغطوا على النظام بعدم استخدام القوة، لأن في هذا مقامرة كبيرة يعني ستودي بأوراق كثيرة للروس ولغير الروس.